السلام عليكم أصدقائي. النهاردة الخميس هبدأ معاكم فيلم جديد لتصليح العربية. بصراحة العربية من ساعة ما جبت الدرون أهملتها شوية وحصل فيها عيب اللي قلت لكم عليه كلمتكم عليه في أفلام الدرون. عيبين حصلوا، العيب الأولاني هسيبه اللي بعد رمضان عشان صعب شوية إن أنا أصلحها، وخايف إن أنا أعصابي تبوظ وأضطر أفطر وأنا مش عايز أعمل كده، فقلت هسيبه رمضان. هو مش خطير يعني، ممكن أمشي بالعربية عادي، ممكن حتى ما أصلحوش أصلا، بس أنا عشان أحافظ على العربية تمام قررت إن أنا أصلحه، وخصوصا إن أنا لقيت البارت موجود عند مازدا زي ما قلت لكم. التصليح النهاردة بكل بساطة هغير قاعدة الموتور، فعايز أدخل أوريكم. أنا لسه جاي من الشغل مغيرش هدومي حتى بصراحة. الساعة دلوقتي حوالي الساعة 12 الظهر، والمغرب الساعة 5 إلا 5، فعايز ألحق أخلصها قبل المغرب. أنا ما أعتقدش هسجل لكم كل حاجة، بس هسجل لكم أجزاء من التصليح. فالأول أشرح لكم على طول. طبعا أنا دلوقتي بسجل وركبت الميكروفون، بقى راكب دلوقتي زي ما أنتم شايفينه هنا، متوصل بالأدابتر بتاع الكاميرا برضو، الأدابتر اللي جبته. فمية مية في المستقبل، سلك طوله 3 متر، في المستقبل بفكر أجيب حاجة وايرلس بدل ما يبقى مرتبط بسلك، بس انا قلت اجرب السلك الاول عشان اضمن ان الصوت يعني شغال تمام، وبعد كده ابقى اشوف الموضوع ده. زي ما انتم شايفين هنا نرفع العربيه على القواعد تحت، وعشان اغير قاعده الموتور اللي هي بتجيب زيت هضطر ارفع الموتور من تحت. وطالما هرفع الموتور من تحت يبقى قلت بالمره اغير الزيت، فرحت جايب الزيت دلوقتي جبت مع الفلتر اوكي، وطبعت كل الورق اللي هو بالنسبة للشغلانة 3 ورقات بس، مش حاجة كبيرة بالنسبة دي الشغلانة اللي هي ناوي أعملها بعد رمضان، فحتى هي ورقتين بس دي ودي، حاجة مش كبيرة. وادي القاعدة، قاعدة الموتور اللي هغيرها هوريها لكم بعد شوية. العدة جهزتها، عدة مش كتيرة، مجرد شاكوش بلاستيك، مفتاح لقمة 17، اكستنشن للقمة عشان اللقمة تبقى طويلة شوية، المفتاح اللي هو للقمة قلنا ده فلتر الزيت، وبعد كده التورك رينش ده لازم، مش التورك رينش، الادابتر ده لازم، مهم ده الموضوع ده قوي يا شباب، عشان هفك قاعده الموتور فلازم استخدم اربطها بالظبط بالتورك بتاعها بالظبط اللي هو موجود عندي هنا مظبوط في الكتاب هنا بيقول لي بالظبط قد ايه، عشان ده فايبريشن الموتور بيتهز فممكن انها تفك لوحديها. وادي طبعا مفتاح 10 ده برضو هحتاجه، لقمة 10، ومفتاح بتاع فلتر الزيت اللي هو ده عشان اغيره، واخيرا مفتاح 17 اللي هو هفك فيه الطبة بتاعت الزيت، والنور اللي هستخدمه طبعا بالاضافة للنور اللي هو هيركب على راسي اهو بس لسه بشحنه، وبالإضافة إن أنا بعد كده هركب الكاميرا الجو برو على الفيست هنا عشان تشوفوا بالظبط، وأنا كأنكم بتشوفوا من عناية بالظبط ايه اللي انا بعمله، لان هضطر انزل تحت العربية وكده. فالشغلانة اهي دي القاعدة اللي انا عايز اغيرها، وشايفين الزيت حتى نشف اهو بقى لونه اصفر اهو بره، بس ده يعني لاحظ جه على الموتور هنا، بس ده كان ايه المفروض يبقى منطور مغرق كل الموتور هنا، بس انا عشان كنت بنضفه في ساعتها على طول اوكي. فالقاعدة اهي عشان افكها لازم افك التانك بتاع الزيت بتاع الباور ستيرنج بتاع الستيرنج باور ستيرنج، ولازم افك التانك بتاع المايه، بس المايه والزيت هيفضلوا جوه، يعني التانكين دول مجرد صاموله هنا اهي، الصاموله دي والصاموله دي يتفكوا ب10، والاثنين دول هيبقوا طالعين كابس على طول. يبقى انا كده قدرت اوصل للقاعده اوكي. القاعده 4 مسامير، مسمارين في الشاسيه، مش عارف ايه ده، خدت بالي ان في يعني ممكن انا بعملها اوكي، مسمارين في الشاسيه من تحت ومسمارين في الموتور اوكي، مسمارين في الشاسيه وصامولتين في الموتور. فالعمليه سهله جدا، مجرد بس ان انا اشيل دول عشان اقدر اعمل روم واقدر اوصل للمسامير اوكي. وطبعا الموتور ده متشال من هنا على قاعده ومتشال من هنا على قاعده تانية على قاعدتين، فطالما انا هفك القاعده دي يبقى الموتور هيقع، فلازم احمله من تحت، فدي مهم قوي الموضوع ده قبل ما افك القاعده. وزي ما انتم شايفين حتى ممكن تشوفوا الجلده مقطوعه ومفتوحه، لما اطلعها بره هوريها لكم، هوريكم منظر القاعده الجديده عشان تعرفوا ايه المشكله بالظبط.
القعدة لما غيرتها، الموضوع ده حصل قبل كده من 6 سنين، دي تاني مرة يحصل. هي القعدة دي عمرها كده 6 سنين بالظبط، ما بتزيدش عن كده. اوكي، لما حصلت قبل كده جبت القعدة الأصلية من مازدا، كانت كلفتني الشيء الفلاني. المرة دي قلت مش هجيب القعدة الأصلية من مازدا لأن كلهم بيبقوا زي سيم. جبت واحدة ماركة كويسة يعني، من اسمها كيلبرو، من ماليزيا، ميد ان ماليزيا. اوكي، فوقفت عليا بأرخص بكتير. دي القعدة اهي، ودول المسمارين، تبقى ثابته كده. دول المسمارين اللي على الشاسيه، ودول الصامولتين اللي بيمسكوا في الموتور. دي الحته اللي مقطوعه هنا، والزيت طلع من هنا. كل الاسود اللي انتوا شايفينه ده مليان زيت، وهو ده اللي بيطلع منها. اوكي، فدي القعده اللي انا هغيرها. وبالمره زي ما قلت لكم هغير الزيت، لان انا هبقى تحت العربيه. حاجه اخيره قبل ما اوقف الجزء ده، لاني لازم ادخل اغير هدومي بعد كده، نوجه الكاميرا عليها شويه عشان قلب اشتغل يعني، واجهز نفسي شغل اشتغل بالهدوم اللي انا كنت فيها في الشغل. حاجه اخيره اللي هو الشغلانه اللي انا اشتريت لها البارت، ويعني كان ممكن ما اعملهاش، بس قررت ان انا اعملها عشان احافظ على عربيتي تبقى 100 100. ده البارت يا جماعه، شكله يخض شويه، اوريه لكم. شايفين منظره؟ اوكي، ده بيركب من تحت العربيه وبيبقى فوق الشكمان. كل اللي بيعمله انه بيعكس الحراره بتاعت الشكمان انها ما تجيش جوه العربيه. ده اتهرى من تحت عندي، ما اعرفش ايه اللي هراه. العربيه بقى لها 12 سنه. اوكي، كان ممكن الزقه بلزق وشويه حاجات برضو بتعكس الحراره، بس انا قلت اعمله مظبوط وفي نفس الوقت اجيب اللزق والحاجات دي عشان اقوي ده لما اغيره. اوكي، طبعا انا ما توقعتش ان انا الاقيه عند مازدا خالص، لقيته فقلت بقى بالمره طالما لقيته. في حاجة تانية برضو عايز اقولها لكم، كان من حوالي قبل رمضان بالظبط حصل مشكلة برضو في العربية. الهوز ده داخل من الموتور، داخل على الراداتير، اتشق وبدأ ينقط. رحت اتصلت بمازدا، قالوا لي ده لازم يجي من اليابان وياخد شهرين. قلت يا نهار اسود، طبعا قلت تبقى مشكلة دي، ما اقدرش استنى بقى، لازم تتصلح في ساعتها. رحت اتصلت بشركه استراليه، قالوا لي عندنا ميد ان استراليا، صناعه استراليه. رحت جبته وواحد على خمسه من سعره الياباني، فمية مية. فرحت على طول مصلحها تك تك. ده موجود هنا كده في الحته دي كده، جاي من الموتور داخل من تحت. كل الحاجات دي فكيتها طبعا عشان ركبه. الشغلانه دي ما صورتهاش لان كنت مستعجل ان انا اصلحها بسرعه. اوكي، تخيلوا لما يكون الهوز ده اللي هو الخرطوم ده حاجه بتبوظ بسرعه نتيجه المايه السخنه، ونتيجه انها بتتشقق، ما لاقوهوش، والاقي البتاع اللي الناس دي اللي ما بيغيروهاش خالص من مازدا، هتلاحظ عليها مازدا اهي. اوكي، اللي هم ما بيغيروهاش خالص. اوكي، فيعني انا عشان كده قلت هجيبها، يمكن ما الاقيهاش في المستقبل عشان احافظ على عربيه جديده لانج، بس مش هركبها دلوقتي، هركبها بعد رمضان، عشان تركيبها من تحت صعب شوية، ولازم تركب فوق الشكمان، وما اعرفش هفك الشكمان ولا لا. وفك الشكمان مش حاجة سهلة، لانه بيبقى سخن وبيبرد، وسخن وبيبرد، فالمسامير تبقى ماسكة مش راضية تتفك، دايما بتتكسر. اوكي، بس يا شباب، فانا دلوقتي كل اللي هعمله، طبعا انا صايم، فدي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اسلي بيها صيامي، لان ما بعرفش انام وانا صايم. على فكرة انا من الفجر صاحي، انا ما نمتش خالص لحد دلوقتي، من ساعة بداية الصيام. اوكي، فما بعرفش انام على فكرة. فهدخل دلوقتي اغير هدومي. اوكي، واجي اشتغل على طول، مش هيبقى فيه ضياع وقت. على طول هبدا افك الاثنين الراديتير دول. الاول انزل من تحت، قبل ما افك الراديتير دي انزل من تحت، اخلي الزيت يبدا ينزل، وافك الغطا البلاستيك اللي تحت اللي هو بيحمي الموتور من تحت، عشان اقدر اوصل للموتور وارفع الموتور قبل ما افك القعده. لازم الموتور يتحمل على الكوريك. حتى اجيب الكوريك دلوقتي واجهزه. ده اعتقد ان انا هحتاج يبقى على حتة خشب شوية عشان العربية عالية. نجيب حتة الخشب دي، نجيب ايد الكوريك. اوكي، نجيب برضو بتاع الزيت بالمرة عشان لما اغير الزيت. اوكي، بس
فكده انا ابقى مبسوط جدا، لان انا بصراحه صلحت الخرطوم اللي بايظ، صلحت البتاع بتاعت الجي بي اس اللي جوه اللي بايظه، صلحت اهو دلوقتي قاعده الموتور اللي انا هصلحها معاكم دلوقتي. ومش كده وبس، انا قلت لكم في الفيلم الاخير ان انا الكاوتش عندي كان لاحس، فانا امبارح خدت قراري ورحت رايح شاري 4 فرد كاوتش بيريلي، ماركه كويسه جدا، هي دي اللي انا بستخدمها على عربيتي على طول. فدلوقتي 4 فرد كاوتش ركبوا في العربيه 100 100. فده ان انا صلحت كل الحاجات اللي بايظه في العربيه، ده بيشجعني ان انا انضفها تنظيفه جامده. فقررت ان يوم السبت، عشان يوم السبت ما بروحش الشغل، فببقى بعد الفجر مش لاقي حاجه اعملها، ما بعرفش انام، بقول لكم. فهعمل ايه؟ هنضف العربيه تنظيفه قويه جدا جدا من جوه بالهواء وبكل حاجه، بحيث ان انا ارجعها فله من جوه، طالما انا صلحت كل الحاجات اللي فيها دي. وده دايما لما بحب اعمل كده، اغسل العربيه غسله محترمه من جوه بعد ما اكون صلحت فيها تصليحات كتير جدا، او تصليحات مهمه جدا. اوكي، فشويه كده قبل ما اغير هدومي واشوفكم، الساعه تقريبا داخله على 1، هيبقى قدامي بتاع 3 ساعات، لان انا عايز اخلصها قبل 4، بحيث ان انا اقدر اطلع اخد دش وافوق قبل الفطار 5 ل 5. فاشوفكم بعد قليل يا شباب، السلام عليكم. اوكي يا شباب، جاهز انا بكل حاجه دلوقتي، مركب الميكروفون على الكاميرا، والكاميرا متركبه على الفيست على صدري. فاول حاجه هبدا اعملها هنزل تحت افك الجزء اللي هو الغطاء الموتور من تحت اللي بيحمي الموتور من الوساخه ده على طول 100 100. المفروض كم مسمار؟ حوالي 7. انا هنزل هتشوفوا بالظبط كانكم بتشوفوا معايا. اوكي، من تحت العربيه وانا حاطط الكاميرا بالظبط كانها بتبص من عينيا. اول مسمار طبعا، القاعدة دي البلاستيك دي انا حاسس انها هتبقى وسخة شوية، لان الزيت اللي كان بيقع وانا كنت بغسله كان بيقع من قاعدة الموتور، وانا كنت بغسله بالموتور فكان بينزل عليها. ولو لقيتها وسخة شوية اقوم منضفها كده على طول. القاعدة دي على فكرة كل العربيات اللي لما بتقدم القاعدة دي دايما بتتكسر ومتبقاش موجودة. طبعا الكلام ده مش في عربياتي، اهم حاجة عندي القاعدة دي على اساس انها بتحمي الموتور من المية، من التراب، من الطينة، من بلاوي سودة، فاحسن انها تبقى موجودة على طول. ادي كده 3، بعد كده 2 الناحية دي ورا و2 الناحية التانية. مش هتشوفوا ولا لا، عايز اظبط الكاميرا. اوكي، يبقى كده 5 و2 الناحية دي. اوكي، بالمره بقى وانا تحت زي ما شرحت لكم، قلت لكم الموتور متشال على قاعدتين من فوق، هم اللي شايلينه، في قاعده من تحت هي اللي بتمنعه يلف، دي القاعده السودا دي، ودي دي غيرتها انا عن قاعده الفابريكا. قاعده الفابريكا اوسخ نوع وزباله، وبتبوظ على طول وبتقعد تمط في الموتور، يقعد يلف كده وكده. دي ضمان مدى الحياه من امريكا وماسكه الموتور جامد جدا جدا، فدي اللي انا غيرتها على فكره، فبقت 100 100 كده. اوكي، كده المسامير كلها طلعت، اقدر دلوقتي انزل القاعدة دي. اهي اخدها بره عشان اشوف اذا كانت اتوسخت قد ايه.
اه باينه حتى شايفين من الناحيه دي كده هك كده مكانها، ودي الناحيه اللي بايظه شايفين كل الزيت اللي نزل هنا وانا كنت بشطفه. هنخليها دي هنا عشان نشطفها بعد شويه قبل ما نركبها. اوكي مية مية كده انا اقدر على طول الموتور من تحت ارفعه، بس بالمرة نعمل الزيت بقى واحنا تحت، نخلي الزيت ينزل على طول. لحظة هنا هجيب الكوريك ده واقوم رافع كده، واضح المسافة كبيرة الكوريك مش هيعمل، فلازم ارفعها شوية على خشب عشان كده مجهز العملية دي. لكن نبدأ دلوقتي طبت الزيت هي دي، انا بالشكوش على طول اوكي. عايزين الحقيقة الزيت سخن شوية، هلبس جوانتي عشان لو جه على ايديا، هلبس حتى فردة واحدة بس قديمة لأن هيبقى سخن وهيقرف ايديا، تالي لو قلبتها كده كده. خلي الزيت بس ينزل عشان ينزل براحته. اه التشارج اتفك يعني مفيش مشاكل. اوكي ندخله في البنطلون عشان ما يقعدش يتفك كل شوية. اوكي ننزل بقى دلوقتي نطبط الزيت كده وفك كده. قشطة مية مية عشان الزيت نقط شوية على الأرض، امسحه على طول. قشطة اوكي كده هتنزل الزيت براحتها. عايز اجهز رفع الموتور، الخشبة دي مش هتقضي. نشت كده عايز حتة خشبة من فوقيها على اساس انها ما تجرح البتاع، ما يجرحليش في الموتور. بقول دي كويسة. اوكي هحمل الموتور بس من تحت دلوقتي عشان اضمن. اشوف الزيت، اه الزيت تمام. اوكي يا قوي زقتني كده شوية. كويس الزيت لسه بينزل تمام.
شوف العجلة بس الناحية التانية على الخشبة. شايفين العربية بتترفع دلوقتي، وانا كده محمل الموتور. فلو فكيت ده اخر الكوريك، ما بيرفعش اكتر من كده يا للاسف. هضطر اجيب حتة خشبة تانية، مش هينفع. اخره لازم اجيب حتة خشبة تانية. هعمل ايه؟ هستخدم الخشب اللي هو برفع بيه العربية، احطه على الخشبة دي كده، يبقى اداني حوالي 5 سنتي ولا 6 سنتي، وهي دي اللي انا محتاجها بالظبط. اوكي، هو ده اللي احنا محتاجينه. نشوف الكلام دلوقتي، نحط دي، نحط دي. ننزل الكوريك شوية، معرفش انتوا شايفين ولا لا، بس يلا. كده هيدينا ارتفاع تمام قوي. اتاكد بس ان العجله قشطة، نحط برضو دي تاني. قشطة، شايفين كده بدأ يرفع الموتور تمام قوي. كده الموتور اتحمل. قشطة، نطلع على طول، شيل بس المسامير دي من هنا عشان ما تضيعش. اوكي، نيجي بقى دلوقتي لل صامولتين او المسمارين اللي قلت لكم عليهم. نفك هنا وهنا عشان ايه، اسحب الاثنين دول، الراديتير بتاع المايه، مش الراديتير، الخزان بتاع المايه والخزان بتاع زيت الباور ستيرنج. قشطة، الصغير الناحيه دي والطويل الناحيه دي. اوكي، شيل العده. انا بقول ان ده هيطلع كده على طول، ده لو عرفت اطلعه. فك تاني، لازم مفك او حاجة. شفتوا طلعت على طول اهي، نعوجها كده. وده هيطلع برضو زيها اعتقد. ايش ده، شفتوا اهو، شايفين المية اللي واقعة وغرقت الدنيا؟ القعدة باينة كلها اهي، شايفينها اهي، القعدة اهي باينة كلها. في حاجة دي لازم تتفك وتركب فيها، الحديدة دي مش بتيجي مع القاعدة التانية، فلازم افكها منها واركبها فيها. اوكي، كده تمام، نبدأ نفك على طول. خلاص الشغلانة مش معقدة، وهنا هنحتاج ال17. اوكي، نبدأ نفك كده ونشوف. الكاميرا مضايقاني لو عايزين الحقيقة، مش شايف منها كده. نطول ده، ده جامد، نجيب مفتاح دراع اطول. جامد يا شباب، ربنا يستر الصامولة ما تتكسرش ولا حاجة. قشطة، فكت.
اوكي دي الصامولة الأولانية اللي في المطور. دي التانية. لازم اتاكد بتاع داخل تمام قبل ما الفه. ماشي ده فك يا شباب. اوكي يبقى احنا كده فكينا اول مسمارين صامولتين. نيجي بعد كده للي تحت، شايفين بتاع الطويل ده؟ مهم جدا. ازاي؟ في مفتاح ده ارضي، بص في حاجه ارضي مربوطه فيه لازم افكها. افكها دلوقتي. مفتاح 10 برضو. بس اخلص من السموله دي من المسمار ده الاول. نجيب بقى ده اسهل كده، يسهل. هشوف لو العملية وسخة في بعد ما اشيل القاعدة، لو العملية وسخة. قشطة المسمار اهو، سيب هنا نفك دلوقتي المربوط في القاعدة. شايفين في زي سلك ارضي، شايفينه هنا اهو مربوط في القاعدة. ونفك الميكروفون اتفك. دي واحدة. اوكي اوكي كده فكينا السلك ده اهو، الارضي طلع اهو شايفينه. اوكي نفك كده هو الكبير اللي هنا ده، نجيب الدراع الطويل. اوكي تحت هنا اهو ايش تفك كده. فكيت الاربع مسامير خلاص بتوع القاعده ومحمل الموتور، فالمفروض تطلع على طول يا شباب. والله شغلانه سهله، ده انا هخلصها في ساعه باين. المسمار التاني فاضل دلوقتي الصامولتين اللي فوق. اوكي طلع بسهوله والله. قشطة اول صاموله، اخر صاموله والقعده كده تطلع. يا نهار اسود انا خلصتها في 5 دقايق. يا نهار اسود، مش يا نهار اسود، يا نهار ابيض. الموتور متحمل اهم حاجه. قشطة تاني صامولة. كده المفروض القاعدة تطلع خلاص. قشطة يا شباب اهي اهي. شايفين المقطع القطع؟ هطلع اوريها لكم في النور. شايفين القطعة دي؟
كل اللي جوه ده مليان زيت بقى، كان بينقط زيت، حاجة غريبة. لازم أفك البالانسر ده، شايفين الأسود ده مش موجود في القاعدة الجديدة. أتأكد الأول إن حجمهم واحد. مش زي بعض. فاك اتفشخت. مش زي بعض. مش زي بعض. And